الله يصبحكم بالخير يا الربع. طبعا الاجواء حاليا عندنا في فيكتوريا من امس امطار قوية ما شاء الله. طبعا هذا وكي وكي ملابس المستعملة. طبعا البزنس فيها والتجارة فيها حلوة يعني. بس تختار مكان صح، مش تختار لي بالبرنجاي تبيع ملابس مستعملة. شوف لك مدينة هيك وفتح لك فيها محل وترزق الله، راح تشتغل احلى شغل، تتعامل مع ناس راح تشتغل كويس. على العموم الاجواء عندنا حاليا شايفين امطار قوية ما شاء الله، ان شاء الله ربنا يجعلها سقية خير. من امس يعني امطار ما شاء الله يعني. طبعا رايح حاليا واحد بروح يجيب ايش فطور. طبعا هذا السوق عندنا، هذا الكوميرشال، طبعا هذه المطاعم الشعبية موجودة. طبعا هذا سوق الجملة عندنا ما شاء الله. طبعا حاليا احنا عندنا الساعة 8 الصبح حاليا. طبعا زي ما انتم شايفين موسيقى مشكلة بكل مكان، موسيقى مشكلة. ريحة القهوة، عاملين ريحة قهوة هني ما شاء الله. احنا بلش عندنا مهرجان مسكرة، بس والله ما ادري راح اطلع ولا ما راح اطلع يعني. الو وان بانسيت، بانسيت كنتون. طبعا عندهم بيض، بس كنتون بالروبيان والكبدة زي هيك. هذا واحد يبعد هذاك، يا وان هاو ماتش وان 25 الواحد. هذا الموجود كلهم يعني، هذا الموجود يعني اغلبها هاي المطاعم الشعبية. وهناك في باريس والاكلات هاي، واغلبها هون بيجي الطلاب يعني بيقعدوا هنا. انا البيض على 15. نو لا ولا راح افطر بيض وجبن وخبز. ثانكيو. طبعا هون اغلبها طلاب يعني قاعدين. هاي هاي الاكشاك والدنيا. هذا مطعم، هذا زمان بالايام القناة الاولانية كنت دائما اقعد في هذا المطعم. كان اول ما في شغل ما في شيء يعني، الواحد كان فاضي. الحين لا، الواحد شوي مش نفس قبل. طبعا هنا في ناس بتبيع منتجات، بتبيع صابون والاشياء هذه. جانب من الصيدليات اللي هون. هاي جوابا. الاجواء والله يعدي الجو مطر حاليا. ان شاء الله نحاول الفترة الجاية نحاول نصور ماسكرة، لانه والله شوي
الحين يعني الطلعات والجيات هاي مختلفة جدا، والحياة يعني صايرة زفت، يعني كل اشي غلا غلا، يعني حتى كل وين بدك تروح لازم تكت. الله يعين، يعني الحمد لله على كل حال.